تعالوا مع بعض نعمل الشلولو. حل على النار، مقاديره على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. شوربه، الشوربه لازم تكون قيمتها الغذائيه عاليه جدا وفي نفس الوقت كمان متوصيين بيها، وهي موجوده معايا على النار. معانا ملوخيه ناشفه يابسه، بيسموها اخواننا الشوام اليابسه يعني ناشفه، نعناع يابس يعني نعناع ناشف، ملوخيه ناشفه يعني يابسه، وهكذا. معانا معلقه هريسه حلوه أنا عايز أجود فيها شوية أطور منها يعني، ومعانا التومة، بصلاية ناعمة، شوربة قيمتها الغذائية عالية جدا، شوربة بقى إيه بطاية حلوة، وإزاي يا ماشي مش هتقول لأ، حلو الحاجات دي مشهورة جدا في الريف المصري والصعيد المصري. نقدر نجيب شوربة لحمة، شوربة كوارع، زي ما أنت عايزة. معلقة سمنة باقية عندي من القرص مش هرميها، هستخدمها. بتكلم الصراحة، دي معلقة سمنة حطها كده في قلب الطاسه، وعندي بصلايه ناعمه، والبصلايه على فكره اختياري، ممكن تحط بصل او ما تحطيش، في البعض يحب معاها بصل او من غير بصل، انا بحب معاها بصلايه كده، ما استناش على البصلايه لما تاخد لون، واحط فص ثوم غير الطشه بتاعتها. الله 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 على الريحه الحلوه. حلو قوي. نقلب كده، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. معايا معلقه طماطم مبشوره، انا بحبها بالطماطم، معلقه هريسه حلوه، واقلب كده، ده الاساس بتاعها. اسيبهم يغلوا على النار كده مع شويه بهارات حلوين. انت ممكن هتعملها احسن مني وانا واثق والله العظيم، لو رحت اكلتها في الصعيد هاكلها احلى من دي مليون مره. شويه بابريكا كده مع شويه كمون وشويه كزبره كده، واظبط الطعم. فلفل اسود عايزاها سبايسي، قطعي في قلبها قرن فلفل حار عشان جوزك يبقى مبسوط منك. حلو، ناخد بقى الشوربه الحلوه دي كده اهي، دي الشوربه اللي انا من الصبح شغال عليها اهي اهي. يلا اهي، الله الله، شفتي شفتي بصفي الشوربه ازاي؟ بتعملي ازاي كده؟ طبعا صفان مصفى. خلص الكلام، واقلب كده شويه شوربه بيتكلموا مصري. الله على الريحه الحلوه. لازم يعني اجيب خروف وادبح خروف عشان اعمل شويه ملوخيه، لازم اجيب فرخه واسلقها. شوربه عندي. أنا عندي البساطة والسهولة والمرونة، بوصلك للطعم اللي أنت عايزاه، دي مدرسة المغازل. بساطة، سهولة، مرونة. والمرونة أهم حاجة. ما تقفيش في المطبخ مكتوفة اليد وتقولي والله يا شيف المغازي عمل محاشي النهاردة فلفل رومي أحمر. اعملي الأخضر، إيه المشكلة؟ استخدم زعتر، حط روزماري، مفيش مشكلة. نسيب الشوربة دي تغلى على النار. ناخد الملوخية الناشفة دي كده. اللهم صل على النبي. بنحطها هنا كده وتبص فيها كده بايدينا. طبعا المشاهد ربنا يديها الصحه مجهزها لي ومظبطها لي محضراها يعني اهو، معايا مساعدين شطار اهو. باخدها زي ما هي كده، ايه الاخبار هنا؟ سيب الشوربه تغلي كده، واجيب طاسه عشان اعمل احلى طشه الملوخيه ناشفه. انا بحبها على فكره، يعني لو سألت الشيف المغازي انا احب الملوخيه الناشفه اكتر من الملوخيه الطريه اللي هي الخضراء او اللي بتتجاب اكياس مجمده. ليه يا شيف مغازي؟ يعني لا، او طبعا المعلومه اللي انا عرفتها شجعتني. رقم اتنين دي سهله. ننزل بقى كده ونقلب. الله. مش لازم مضرب برضه. بايدي كده هي لوحدها، اول ما تاخد الغلوه زي الفل. زي الفل تمام. هعمل الطشه بتاعت الملوخيه واجري. لا يا خفيفه بتقليها، انا بحبها في الوسط عشان اعمل ودن قطه واكلها. طبعا الملوخيه تتاكل بودن القطه اللي هو العيش البلدي بتاعنا اهو.
خلي بالك. حلو القوام ده. انت بقى يعني ايه، ايدك عيار، ايدك ميزان. اه زي الفل. اسيبها على النار. تعالوا نعمل الطشه بتاعتنا بسرعه عشان وقتنا سرقنا. هنعملها بالسمنه ولا بالزيت؟ طبعا تتعمل بسمنه. اه معلقه سمنه حلوه كده، والوقت المسموح بيه على قد الطشه بالظبط. معانا كزبره ناشفه. يا ويلي الكزبره الناشفه بقى بتدلع الملوخيه. اشيلها من النار ما تغليش، خلي بالك. احطها هنا كده. اللهم صل على النبي. اهو معانا التومه الطازه زي الفل. الملوخيه بتحب التوم. يا حلاوه الريحه بدات. بصوا ملت الاستوديو. خلي بالك لما بتكون الشوربه متوصيه بيها وعامله عليها ملوخيه ناشفه ما اقولكيش. ممكن تاكلها مع رز بالشعريه حكايه. ننزل بالكزبره الناشفه. اللي بيشوفنا من الريف المصري والصعيد المصري دلوقتي انا عارف ان انتوا بتعملوها حلوه قوي، خلي بالك. الملوخيه دي يعني حاجه اكله مصريه الكل بيجود فيها والكل بيعملها بطريقته، ويعمل الطشه ويعملها شو. يعني احنا بصراحه مدلعينا اخر دلع، علمنا العالم كله ازاي يتعامل مع الملوخيه بتاعتنا، ودي حاجه حلوه. عينيا يا فندم. حاضر. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. بالشكل ده كده اهو. التقليبه دي مهمه جدا اهو. بعمل ايه بقى وانا شغال كده؟ الله على الملوخيه، الله على جمال الملوخيه. اهو اهو اهو، شفت التركية دي؟ يلا نحضر نحضر الطشه، نحضر اللحظه الجميله. اهي يا ويلي يا ويلي، بتتكلم مصري. اهي اهي، هناخد اللي احنا عملناه ده كده نسقطه هنا. يا ويلي هو ده. الف انا وشفا. خلصت الملوخيه معايا، هغرفها واجري. ملوخيه الشلولو هنا مكانها. اللهم صل على النبي. اهي يلا، انا عارف مخرجنا الجميل بيحب الشو ده. اهو 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 اهي. اطلع لغايه الكرين. تقطع مين يا راجل يا طيب؟ اهو 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 اهو. اللهم صل على النبي. دي ملوخيه من الريف المصري، عملنا القرص من الريف المصري، محاشي مشكله مصريه وبتتكلم مصري بالحشوه المصريه، رز مصري ولحمه ضاني. مطبخنا النهارده مطبخ مصري لا يخلو من الطبق السلطه الجميل اللي بيشمل كل حاجه حلوه من الارض الطيبه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.